بكم وأمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فارق النور مقلتي فسادا فغطى السهل موجه والجبال وطفى سفينة وجدي تحمل الهم والأسى أشكالا عصفت في شراعها وهو نار عاصفات الظنا صبا وشمالا فسمعت الضوضاء من كل فج فسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيج الإعوال فسمعت الضوضاء من كل فج كل لحن يهيج الأعوال قلت ماذا عرى أميمٌ فقالت جاء عاشور واستهل الهلال قلت ماذا علي فيه فقالت ويك جدد لحزنه سربالا لا أرى كربلاء يسكنها اليوم سوى من يرى السرور فيها محالا لك يا دهر مثلها لا لا وربي إنها العثرة التي لن تقال سيم فيها دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رأى حلالا سيم فيها دم النبي انزفاك ليت شعري من ذا رأى أحلى إلى يا نفر من بني أكرم من تحت السماء رفعة وأعلى يا جلالا يا مكتفت بالنفوس
بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال. تسأل الإمام زين العابدين لما رجع من دفن الحسين، هكذا العدو يخاطبها وهي تسأل الإمام زين العابدين، تقول له بالله دنشتك ما شربت يا دفايا، بالله دنشتك ما شربت يا دفايا، وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. زينب سلام الله عليها واقعة أنشودة الزمن، والتي تمثل الصبر
فيها شخصا قائما. زينب إذا أردنا أن ندخل في بعض فهم جوانب حياتها، واقعا إنها امرأة لا تدرك. لماذا؟ لأن التفاصيل التي تفهمها عن زينب تنبيك عن أن هذه المرأة غير عادية. أولا في زيارتها تقول السلام على من قاد زمام ناقتها جبرائيل، وشاركها في مصابها إسرافيل وغضب بسببها الرب الجليل. إذا كانت هذه الامرأة التي يشاركها إسرافيل وجبرائيل ويغضب بسببها الرب الجليل، هي امرأة غير عادية. هذا الناحية الأولى. الناحية الأخرى أن الإمام زين العابدين يخاطب زينب يوم من الأيام فيقول لها: عمتي زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. هذه الكلمة بمفردها فيها دلالة كبرى على طبيعة وواقع زينب سلام الله عليها، أنها عالمة غير معلمة. عادة العلم يؤخذ بالاكتساب إلا إذا كان في المعصوم، فيكون بغير تعلم، يعني يكون ما نسميه لدني. معنى لدني أنه يقذف بقلبه نور واحد، هكذا إذا خلق وولد يكون صاحب مقام ونور وعلم. لذا إمامنا الجواد مثلا ابن 7 سنوات أعجز العلماء، أعجزهم. حتى الذين حاولوا أن يتحدوا الإمام الجواد، هو ابن 7 سنوات أعجزهم عندما أخذوا 4 أيام لتهيئة مسألة للإمام الجواد، مثل يحيى بن أكثم اللي كان قاضي القضاة آنذاك، واستعان به العباسيون أمام المأمون ليهيئ مسألة للإمام، وفعلا هيئ له مسألة المحرم الذي اصطاد صيدا، ويسأل الإمام يقول له: ماذا تقول في محرم اصطاد صيدا؟ وابتدأ الإمام يفرع على تلك المسألة بأوسع أبوابها، يقول له: يا ابن أكثم، هذا المحرم ذكرا كان أم أنثى، كبيرا كان أم صغيرا، عاملا أم ساهيا، مضطرا أم غير مضطر، كان في حل أم في حرم، كان في عمرة أم في حج، يعني كان في ليل أم نهار، كان صيده من ذوات البر أم من ذوات الطير، اصطاده بآلة حادة أم بغيرها، مضطرا كذا. صار يفصل له الإمام الجواد مسائل حتى يقال وصلت بالآلاف التفصيلات، ويحيى بن أكثم لا يدري ماذا يجيب. ثم المأمون قال للإمام: يا ابن رسول الله، فصل لنا واعطنا كل حكم لكل مسألة. وراح الإمام يفصل منهج فقهي في مناسك الحج عن الإمام الجواد ابن 7 سنوات وهو على المتكأ والعلماء بين يديه. حتى لما كانوا ينتظرون الإمام وهم جالسين والعلماء من كل الأقطار، وقد جمعوا العلماء وسووا مؤتمر علمي لتهيئة مسألة ليكسروا بها الإمام، وإذا هاي المسألة من مؤتمر إسلامي عظيم يعتبر هيئت هاي المسألة، وهم ينتظرون الإمام. يقول الراوي: دخل الإمام الجواد 7 سنوات عليه جبة وعمامة وعباءة وشملة، دخل الإمام ما إن دخل كأنما رسول الله يمشي على الأرض، فوقفوا جميعا إجلالا وإكبارا لمحمد ابن علي الجواد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعدين لما شاف المأمون، لأنه صار تحدي بين المأمون وبين بني العباس، لما شاف المأمون أن يحيى ابن أكثم انكسر أمام الإمام الجواد، التفت المأمون إلى الإمام الجواد قال له: يا ابن رسول الله، ألا تسأل يحيى بن أكثم كما سألك؟ قال: بلى، إذا شاء الأمير أسأل. فقال: سأله. التفت الإمام الجواد إلى ابن أكثم، قال: يا ابن أكثم، أسألك؟ قال: سل سيدي، إذا علمنا نجيبك وإلا فمنك نتعلم. شوف، هذا تواضع جبري، مو تواضع يعني إرادي، هذا تواضع جبري يكون أقصى عادة. قال: سل يا ابن رسول الله، إذا كنا نعلم نجيب وإلا فمنكم نتعلم. الإمام التفت له قال: يا ابن أكثم، ماذا تقول في رجل خرج في أول النهار فنظر إلى جارية فكان نظره إليها حراما، فلما طلع النهار حلت له، فلما صار الزوال يعني الظهر حرمت عليه، فلما صار العصر حلت له، فلما جاء المغرب حرمت عليه، فلما جاء العشاء حلت له،
فلما صار منتصف الليل حرمت عليه، فلما طلع الصباح حلت له. وحقت يحيى من أكثر من صلى ما يفهم إلا حرمت عليه وحلت له، لأنه ما قف بين يدي الإمام ماذا يصنع؟ حلت له وحرمت عليه. بعدين جمد يعني ما عنده إجابة، ألقم حجرا. التفت المأمون قال لي ابن رسول الله فصل لنا ما هذه المسألة. قال هذا رجل خرج في أول النهار نظر إلى جارية مملوكة فهي حرام عليه، فنظره إليها حرام، فلما طلع النهار اشتراها فحلت له، فلما صار الزوال حررها حرمت عليه، فلما صار العصر تزوجها حلت له، فلما جاء المغرب ظاهرها قال لها أنت علي كظهر أمي حرمت عليه، فلما جاء العشاء كفر الظهار حلت له، يعني دفع كفارة حلت له، فلما جاء منتصف الليل طلقها، فلما طلع الصباح أرجعها. هذا إمام سبع سنوات. هكذا الله سبحانه وتعالى يطرف العلم نور في صدور الأئمة. يعني احنا ما عندنا فرق بالنسبة للإمام علي لما كان عمره ساعة ولما كان عمره 60 سنة، يعني العمر لا يزيد عليا علم ومعرفة، هاي ما موجودة عندنا. احنا عقيدتنا الإمام ابن ساعة مثل الإمام ابن 63 سنة، لا يزداد شيء لأنه بالأصل لا ينقصه شيء حتى يزداد. والإمام علي كشف عنها باليقين، لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، وهو القائل بل اندمجت على مكنون علمي. الإمام علي لما ولد، اقرأوا روايات التاريخ قبل أن يبعث النبي المصطفى، أنتم لا تتصورون، بعض الناس تتصور أن النبي صار نبيا لما بعث، مو صحيح الفكر، مو أن النبي صار نبي لما بعث، البعث هو أمر بالابتداء لا أكثر ولا أقل، يعني هناك تهيئة لأمر سماوي عظيم. الآن إذا أتى الإذن الإلهي بأن الآن المصلحة مناسبة لتبتدئ فانطلق يا رسول الله، مو أنه النبي والله طلع على جبل حراء يتعبد وهو ما عارف شيء، يتعبد على جهل هكذا، وبعدين نزل عليه الوحي فرجف هو غريب عن النبي، وبعدين كما يروي المسلمون مع الأسف في كتبهم أنه جاء إلى خديجة وأخبرها وخاف أن يكون هذا شيطان وليس ملاك، وأخذته إلى ورقة ابن نوفل، الشخصية المخترعة تاريخيا التي لا وجود لها بالأصل. هذا كله كلام لا قيمة له بالواقع أبدا. إذا يقول للنبي للإمام علي يا علي للناس كنت أنا وعلي نورا قبل أن يخلق الله آدم، يقول له إحنا الله استودعنا في صلب آدم، يقول له إحنا كنا إذ لا كون، قبل الكون إحنا موجودين، إحنا خلقنا الله فكنا نسبح فسبحت الملائكة بتسبيحنا وسبح شيعتنا، ثم قدسنا فقدس الملائكة فقدس شيعتنا. هذا كله في ذلك في تلك العوالم التي لا نعرفها، وإلا أنت تقرأ دعاء الصباح، والثابت القدم على زحاليف هوين في الزمن الأول، في الزمن الأول، يعني مو أنه إحنا ننتظر النبي والله لما بعث صار نبي وهو ما كان عارف، هكذا كان يمشي بالأسواق ما يعرف، بعدين فجأة الله اختاره وقال أنت نبي. الزهراء تقول اختاره قبل أن ابتعثه واجتباه قبل أن اصطفاه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة، علما من الله تعالى بمآيل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور، فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد ظلمها وكشف عن القلوب بهمها وجلى عن الأبصار غممها. هذه كلها آثار لفهم الحقيقة المحمدية. فإحنا لما نتكلم عن النبي لا نتكلم عن النبي من حين البعث، نتكلم عن النبي من لما خلقه الله، إذ لم يوجد، إذ لا يوجد خلق في هذا الكون. لذا لا تتصور أيضا أنه والله النبي ما كان يعرف القرآن، نزلت عليه سورة اقرأ النبي ما يعرف سورة الناس، لا تتصور هذا، هاي اللي احنا نعرفها أنه نزل عليه جبرائيل قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هالإشارات هاي اللي احنا ما نعرف أبعادها، هاي ما إلها علاقة بظواهر الكلام، اقرأ والنبي يقول له أنا ما أعرف أقرأ، هاي ما إلها كلها علاقة.
هاي مضامين إشارات نحن لا ندركها إلى يومنا هذا. إذا خرج صاحب العصر والزمان سترون كيف سيفسر لكم هذه الآيات حتى يتصور الناس أنه جاء بدين جديد لا نعرفه، وهي الروايات واضحة هكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وآله لما نزلت عليه اقرأ كان يعرف ماذا كان عنده، قل أعوذ برب الناس. هذا يعني من أول آية نزلت النبي بصدره آخر آية. لذا احنا عندنا تنزيل ونزول للقرآن، عندنا هاي العبارتين تنزيل ونزول، شيء دفعة واحدة وشيء دفعات. فهذه أوامر كلها لما يناسب عقل البشر وطبيعة التعاطي البشري، وإلا القرآن في صدر النبي وفي صدر علي قبل أن يبعث النبي. لذا الرواية ماذا تقول؟ احنا كلامنا على أن المعصوم لا يتعلم العلم، موجود عنده ابن يوم وابن ستين سنة. لما ولد علي بن أبي طالب، فاطمة بنت أسد لما أجاءها المخاض إلى الكعبة وجاءت إلى الباب، يزيد بن قعلب والعباس بن عبد المطلب يقولان كنا جالسين حول الكعبة، فأقبلت فاطمة بنت أسد أخذت بحلقة الباب وقالت: إلهي بحق بيتك العتيق، ومن بنى هذا البيت من أجدادي وآبائي إبراهيم وإسماعيل، وبعظمة المولود الذي في بطني، لأن أيضا فاطمة بنت أسد مو جاهلة بمن في بطنها، هناك إشارات كانت تحدث مع فاطمة تخبر أبا طالب، تقول له: يا أبا طالب كنت إذا اقتربت من بيت الله أتعبد. كان بالجاهلية موجود أصنام على الشاذروان عند الكعبة وعلى بعض المناطق موجود أصنام بالجاهلية، يقول له كانت ها أبو طالب يخبرها. يأتي يوم إلى فاطمة بعد ولادة علي بن أبي طالب حتى أربط لك الأحداث، يقول له: يا فاطمة اليوم رأيت من علي عجبا. قالت: ماذا رأيت؟ قال: رأيته قد ربط صنم من الأصنام برجله ويجره بالسوق أمام الناس، وهي ترى مصيبة في قريش، أخاف على علي كيف يصنع هكذا طفل الإمام علي، ربط صنم بقدميه وصار يجره أمام الناس هكذا، يعني كأنما إهانة لهذا الصنم، فيقول: أنا أخاف على علي. قالت: كيف لو رأيت منه أعجب من ذلك؟ قال: أخبريني. قالت: لما كنت حامل بعلي وكنت أقترب إلى الكعبة لأعبد الله، وكانت الأصنام موجودة، فوالله يا أبا طالب كنت لما أتقدم من هذه الأصنام وأقترب أشعر بقدميه على فضاء بطني تشتد ويضطرب حتى أبتعد فيهدأ علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أو لا، مو أنه والله ناس عاليين ما عارفين الطبخة على تعبيرنا أبدا. لذا فاطمة بنت أسد لما ولدت آمنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآله، اجت إلى أبي طالب، لأن أبو النبي ميت عبد الله، اجت إلى أبي طالب تبشره، تقول: ولد لأخيك عبد الله مولود تشرق لوجهه السماوات والأرض، لم نرى أجمل منه إطلاقا. فنظر إليها قال: يا فاطمة، أبو طالب يحدث فاطمة بنت أسد، قال: لو أمهلتني سبتا لبشرتك بمثله. والسبت في اللغة 30 عام، وفعلا النبي ولد عام الفيل، الإمام علي ولد عام 30 للفيل. شوف هذا علم غيبي مو ترى شيء عادي. لذا فاطمة أقبلت تقسم بالله بحق المولود الذي في بطنها، تقول: إلهي بحق بيتك العتيق، ومن بنى هذا البيت من أجدادي وآبائي إبراهيم وإسماعيل، وبحق المولود الذي في بطني، إلا ما يسرت ولادتي وسترت علي ولادتي. يقول يزيد بن قعنب والعباس بن عبد المطلب: والله نظرنا إلى الكعبة اهتزت وارتجت وانشق الجدار، ودخلت فاطمة بنت أسد والتأم عليها الجدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدين خرج، بعدين يقول: الدنيا انقلبت في مكة، اجى أبو طالب بيده مفاتيح البيت، حاول عالج الباب، تدخل الناس، عرف أبو طالب، قال: إن هذا أمر إلهي لا يتدخل أحد. شوف حتى تعرف أنه أبو طالب وين،
الناس بالأسواق ثلاثة أيام مشغولة، وين راحت فاطمة بنت أسد؟ هل امرأة وينها؟ زوجة أبي طالب، وليش أبو طالب مو مضطرب؟ ليش أبو طالب مو خايف؟ اطمئنان كلي. ما الذي يجري في بني هاشم؟ وإذا في اليوم الرابع الناس بالأسواق، الأسواق حول الكعبة آنذاك مو مثل اليوم، وإذا بالكعبة تهتز وترتج فتلفت الأنظار وينشق الجدار، وتخرج فاطمة بنت أسد على يديها مولود يشع النور من جبينه يأخذ بعنان السماء، وهي تقول: من مثلي وقد بقيت في ضيافة الله ثلاثة أيام، أأكل من طعام الجنة وأشرب من شرابها، وإني لما وضعت ولدي هذا نزل إلى الأرض ساجدا رافعا إصبعه إلى الله موحدا، وسمعت مناديا يقول: يا فاطمة سمه عليا فإني أنا العلي الأعلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقول له ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها والمولد. هكذا. فمن استقبلها؟ أول من استقبلها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أنا قبل النبوة أتكلم، إذا ما أتكلم لأن النبي الآن عمره 30 عام، النبي بعث لما كان عمره 40 عام. من استقبل النبي؟ من استقبلها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قبل النبوة؟ فأعطته علي بن أبي طالب إلى يديه، فناغاه النبي. شوف الأسرار. ناغاه النبي فنطق علي على يد النبي بآية من آيات القرآن قبل نزول القرآن، فقرأ وقال: قد أفلح المؤمنون. فابتسم النبي بوجهه وقال: بك يا علي يفلح المؤمنون. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهؤلاء أهل البيت، احنا هؤلاء أئمتنا وعقيدتنا فيهم ثابتة، وإلا هاي المسائل الظاهرية والقشور وصدقوني لا قيمة لها، هذا حق. هكذا. على كل حال، هكذا نفهم علم المعصوم. لما الإمام زين العابدين يقول لزينب: عمتي أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، ماذا يريد أن يقول لها؟ لذا احنا نسميها تالية المعصوم زينب، مثل أبي الفضل العباس. الرتبة الثانية بالعكس الإمام الحسين أوكل إلى زينب مهمات الإمامة. لذا زينب تخبر بالغيب، تقول للإمام زين العابدين، تخبره ما سيجري بعد كربلاء، تخبرهم بغيبيات في الأزمنة. زينب كانت ترانا إذا نظرت، ترى الآلاف والملايين تقصد قبر أخيها الحسين، ترى انتصار كربلاء. لذا تقول له: يا ابن أخي، هاي هي طالعة من كربلاء والحسين على الأرض لم يدفن. الإمام زين العابدين أصابته غصة، يعني حرقة على أبي الحسين، كيف حجة الله في الأرض ما يدفن، ميت على الأرض ما يدفن. فزينب التفتت إليه قالت: يا ابن أخي اعلم أن قبر أنه راح يدفن أبوك الحسين، واعلم أن قبر أبيك الحسين سيصبح علما، ولتشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه، فلم يزدد أمره إلا علوا وظهورا وبروزا. وفعلا كم حاولوا إلغاء قبر الحسين؟ هذا المتوكل العباسي، بني أمية العباسيون هدموا قبر الحسين. المتوكل العباسي ماذا صنع؟ أول قرار طلع للناس يقول: من يزور الحسين يدفع 100 دينار من الذهب. 100 دينار من الذهب آنذاك ثمن ضيعة أو ضياع، مو بيت عادي. فجاءوا إلى الإمام الهادي، كانت النوبة في زمن الإمام الهادي، إجوا إلى الإمام الهادي. شوف لما تيجي النوبة للحسين يختلف الفقه، للحسين فقهه الخاص حتى لا يشتبه على أحد. إجوا للإمام الهادي قالوا له: ابن رسول الله فيها 100 دينار من الذهب. 100 دينار من الذهب مبلغ، يعني مثل اليوم خلينا نقول 100,000 دولار، مبلغ يعني مو سهل يشتري ضياع وأراضي وبيت ثمن بيت تقريبا. فماذا نصنع؟ الإمام الهادي قال: لا تتركوا زيارة الحسين، لأن زيارة الحسين هي الدين، إذا راحت راح الإسلام، لا تتركوا زيارة الحسين. يقول صار الرجل يبيع بيته ومن أجل أن يزور الحسين فقط، وتتكافت الناس
احتار، هو هذا المتوكل ما يحتاج اموال، طلع قرار الهدف منع الناس فما يحتاج اموال، فلما شاف اقبال الناس طلع قرار اخر، قال هذا القرار الناس تبيع بيوتها، خليني اؤذي الناس. طلع قرار قال كل من يزور الحسين تقطع يمينه. فاجوا الى الامام الهادي، قالوا هناك كان دفع فلوس واموال، هنا يا ابن رسول الله فيها اذيه للنفس، هل تجوز اذيه النفس في مقابل حفظ الحسين؟ الامام الهادي قال لا تتركوا زياره الحسين. اقرأوا الروايات انذاك، وإذا الشباب بالمئات بل بالآلاف يقصدون زيارة الحسين، وهناك مقصلة على باب كربلاء، مقصلة تعرف ليقطعون بها الأيادي، وزيت مغلي حتى يكوى هذا الجرح، فكان الشباب يقدمون أيديهم فتقطع حتى كثرت الأيادي المقطوعة في زمن الإمام الهادي والمتوكل العباسي يزورون الحسين، حتى يروى أن شاب من الشباب جاء وصل قال أريد زيارة الحسين، قالوا مد يدك، ثمن الزيارة قطع اليمين، مد يدك، فمد يده اليسرى، قالوا لا احنا نريد يدك اليمين، طلعها، طلعها وإذا هي مقطوعة، قالوا من أي شيء أنت صارق، ليش مقطوعة يدك؟ قال لا والله إنما زرت الحسين في العام الماضي فقطعت يميني وجئت أزور الحسين في هذا العام. هكذا حفظ التشيع، هكذا. لذا زينب تقول لي ابن أخي سيصبح قبر أبيك الحسين علم، ولتشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال على محوه وتطميسه. كل ما زاد الضغط تقول لي ابن أخي فلم يزدد أمره إلا علوا وبروزا، كل ما زاد الضغط كل ما ارتفع قبر الحسين وظهر، إلى أن طلع هذا المتوكل اللعين قرار قاسي، قال هاي هؤلاء ما يقلون الشيعة، ما ندري حب الحسين في قلوبهم، فعلا حب الحسين أجنهم، واحد يقطع إيده من أجل أن يزور قبر، بعض الناس ما تعرف هاي اللذة، حرموا من هذه اللذة. فقال يقتل كل واحد يزور الحسين، كل عشرة يقتل عليهم واحد. اجوا إلى الإمام الهادي قالوا أذية نفس ماشي، لكن إزهاق النفس في سبيل الحسين يصير؟ الإمام الهادي قال لا تتركوا زيارة الحسين. الله أكبر، صار الناس يجتمعون زرافات زرافات، عشرة عشرة يصلون، وهناك المعركة على الباب، على الباب بالحكم، من يقدم نفسه مقابل الآخرين؟ الشباب يتعاركون من يقدم نفسه مقابل للآخرين، لأن هذا اللي يقدم نفسه من أجل الآخرين أن يزور الحسين هذا مضمون رايح إلى الجنة، فيصير عراك حتى جن المتوكل العباسي. ماذا يصنع؟ بعدين اتخذ قرار بهدم قبر الحسين، فعلا هدم قبر الحسين، هدم القبر، شال القبر، جاب الثيران، حرسوا مكان القبر، قال لا ما يكتفي، يبقى لهم علامة هؤلاء الشيعة ما يكنون، احفروا رافد من الفرات خلي يصير مكان قبر الحسين ساقية، يعني جوف نهر، احفروا بالفرات وأديروا الماء على قبر الحسين خليه يمر من هنا نهر على أساس تضيع التفاصيل. يقول فحفروا وإذا بالماء إجت مشت من نهر الفرات، لما وصلت على مقربة من قبر الحسين حارت دارت حول قبر الحسين، كأنما الماء مشتاق لزيارة أبي عبد الله، حارت حول قبر الحسين. هاي المنطقة التي دارت وحارت الماء حولها هاي اللي اليوم القبة الحسينية على مساحتها، وعرفت المنطقة بالحائر الحسيني نسبة إلى الماء الذي حار، وهي من أقدس البقاع، حتى قال الأئمة عن هذه البقعة أنه من الأماكن الأربعة المقدسة التي يتخير المسافر فيها بين القصر والتمام، المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة والحائر الحسيني، أي يقف الإنسان تحته ويرفع يديه إلى الله فيستجاب الدعاء. الله يرحم عبد الرسول محي الدين، يا حسين بضمائرنا جيب هالمعنى، يقول له مربينا على حبك دور ما ينسوا ولا يخفى، ومن عدوانك التشانت بنتريد تتشفى، علينا افرضوا احكام، علينا افرضوا احكام بلا رحمه ولا رأفه. وقالوا اللي يزور حسين
والمهما يكون ظرف علمية ذهب يدفع رسم زيارته يكلفه، دفعنا وكل شخص منه يشعر بعد ما وفى شنه الذهب شنه المال. قبال زيارتك حرفة، رد قال لي يزور حسين منيده ينقطع شفه، انطينا جفوفنا بالحال وجينا نزورك بلهفة، وعنك ما منعنا الخوف قطعوا من ايدينا جفوف، ومن الألم ما صحنا صحنا بيك آمنا. يا حسين أبو ضمائر رحمة الله على ياسين الرميزي، رحمة الله على روحه الطاهر الذي جعلها نشيد الشيعي العالمي. هذه القصيدة الرائعة عنوان وفخر عبد الرسول محي الدين صاحب القصيدة العصماء رحمة الله عليهم الشاعر والرب. هكذا زينب تقول له يا ابن أخي أعلم، شوف وين ترى ماذا ترى زينب، وإلا حاولوا هدم قبر الحسين، ذاك إجا يزور قبر الحسين ما وجد قبر. شيعي صار يبكي يقول والله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة، فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها هذا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميمة، لذا تشوف الحسين قبره منارة في الخافقين. المهر محمد مهدي الجواهري قصيدته على باب الحسين مكتوبة بماء الذهب، إذا رحت على باب الحسين باب القبلة وقفت بالباب اتذكر كل يوم من الأيام نصرات قشاقش أخبرنا قال على باب الحسين قصيدة قراها على الباب بالذهب بماء الذهب، يقول فداء لمثواك من مضجعي تنور بالأبلج الأروعي بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي، فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، يعني يصبح شفع مقابل الوتر، فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين من غدهم قنعي، تعاليت من مفزع للحدوف فبورك قبرك من مفزعي، تلوذ الدهور فمن سجد على جانبه ومن ركعي شممت ثراك، فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرعي، فيبنى البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي، ويبنى البطين بلا بطنط ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأعبق منه ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي، وأنت تسير ركب الخلود وما تستجد له يتبعي. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكيف نقول زينب امرأة عادية لترى الغيب وتخبر بالغيب وترى بالعصور ما سيجري؟ يا سيدتي يا زينب لو رأيت اليوم قبر أخيك الحسين ملايين ملايين يسيرون على الأقدام، والله من روسيا التقينا بناس يمشون من روسيا ستة أشهر، والله من بلاد بعيدة ناس تجيك من مشهد مشي مشهد الإمام الرضا مشي على الأقدام أربعة خمسة أشهر، أي ناس هؤلاء؟ أي حسين هذا الذي أجن الناس الذي لم يترك ما أدري ماذا أقول، أي حب أي عشق هذا للحسين؟ أي عظيم أنت يا أبا عبد الله، انتصرت بدمائك على سيوف بني أمية زلزلت دولهم وبقيت علما، أي زينب أنت يا زينب؟ وصلت إلى الشام دفنت في عاصمة بني أمية
نذرت على نفسك إلا أن تزيلي عروش الأمويين والطغاة ليبقى قبرك علما. رحمة الله على الشيخ عبد المنعم الفردوسي، يقول أنا رحت للشام أبحث عن قبر معاوية، اسمع ماذا يقول. يقول لما وجد، يقول هنا الرذيلة من هند وميسون تعرى فتكسى بأبراد الشياطين، هنا رمام من الآثام لو وزنت بها السماوات خفت بالموازين. يقول أنا رحت أبحث عن قبر معاوية تائها، هاي القبر والحضرة على حضرة معاوية تائهة. يقول ورحت أنشد في الحانات، وين راح يبحث في الحانات؟ تائهة ضاعت بملقة خزي غير مأمون، فلم أجد غير أكوام مبعثرة من التراب اكتست بالذل والهون. راح الذباب يغنيها فيطربها من الطنين بترنيم وتلحين، وللخنافس جيش بات يحرسها كأنما هن من جند السلاطين. ولم تزل تحتفي في حال روضتها مواكب الفار من حين إلى حين. وهذه زينب بالأمس تحسبها في غوطة الشام من أسرى فلسطين، وهذه القبة الزهراء مرقدها كأنها جنة تجلى بتزيين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لذا جالدت زينب وصبرت. الإمام علي عمرها 3 سنوات يأتي إليها، يقولها بني زينب 3 4، يقولها بني زينب قولي واحد، قالت واحد، يعلمها الإمام. قال قولي 2، شوفوا مو يريد علمها، يريد يبين لك علمها مو يعلمها. قال قولي واحد، قالت واحد. قال قولي 2، سكتت. بني زينب قولي 2 ورا عيني قلت واحد، سكتت. حبيبتي زينب لما لا تقولي؟ نظرت إليه قالت أبا كيف أقول وقد جرى على لساني الواحد القهار. الله 4 سنوات عمرها. الإمام علي نظر إليها قال إذا كنت بهذا المستوى من الفهم والعلم. لا، بعدين الإمام علي ينظر إليها تخاطبه تقول أبا أتحبنا؟ قال نعم حبيبتي. قالت أنا والحسن والحسين أولادك أتحبنا؟ قال نعم نور عيني، كيف ما أحبكم أنتم أولادي، فلذتك بدي. هو الإمام علي قل للإمام الحسن بني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، هو هكذا الولد هكذا لولده، قل لبني وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن المرض إذا قد أصابك أصابني، وحتى كأن الموت إذا قد أتاني فعناني من أمر نفسك ما يعنيني من أمر نفسي. لاحظ، فيقول ليش ما أحبكم حبيبتي زينب أنتم فلذة أكبادي؟ قالت لا يا أبا، القلب لا يسع حبين، حب الله وحب الأولاد إذا كان ولا بد، فالحب لله والشفقة لنا نحن الأولاد. الإمام علي شاف خلفية علم قاسية قوية، قال إذا كنت بهذا المستوى من العلم والفهم إذن لأخبرك ما سيجري عليك يوم عاشوراء. قالت أنا أعلم. قال ومن أين علمت؟ قالت إن أمي الزهراء علمتني لكي تهيئني لغد. الله، شوف الزهراء تهيئ لكربلاء، كربلاء مشروع النبي المصطفى، مشروع فاطمة، مشروع علي. هاي زينب اللي اختيرت لكربلاء، حتى تدرك أن زينب مو امرأة عادية، زينب فوق العادي. وإذا بزينب سلام الله عليها تقاسي أحزان وهموم. الله 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 يا زينب، ولكن تبقى أقصى هموم على زينب هموم كربلاء. لذا زينب عاينت مصاب جدها رسول الله، عاينت مصاب أمها الزهراء، وأصعب مصيبة في مصاب أمها الزهراء، لأن لما ماتت خديجة قالت لفاطمة، كان عمرها 3 سنوات، قالت لها تعالي بني حبيبتي أنا عندي وصية وأستحي أن أقولها لأبيك يا رسول الله. قالت خير يا أمه، 4 5 سنوات عمر الزهراء. قالت قولي لأبيك إذا أنا قضيت أن يلفني بالدثار الذي غطيته به يوم نزل عليه الوحي، مجاء الوحي يا أيها المدثر، هذا الكساء اللي أنا غطيته به خلي يكفني به. خديجة اللي بذلت أموالها في سبيل الإسلام لما ماتت نزل جبرائيل من الجنة بـ5 أثواب، 5 أكفان من الجنة، قال للنبي هاي الأكفان إلكم أهل البيت، هاي 5 إلكم، كفن خديجة بكفن وخلي الباقي لكم أهل البيت. فعلا النبي كفن خديجة بكفن، بقيت هاي الأكفان الـ4
لما مات النبي بقيت الأكفان عند الزهراء ثلاثة، كفنوا النبي بكفن، بقيت ثلاثة لأهل البيت. الزهراء لما دنت منيتها زينب معاها بالبيت، لأن الحسن والحسين خرجا، أرسلتهما أمهما الزهراء، أمهما الزهراء لزيارة قبر أبيهما رأفة بحالهما. زينب بنت بقيت مع أمها، فقالت لها بني تعالي، عمرها 4 سنوات، شوف نفس الموقف، قالت تعالي بني هاي أكفان ثلاثة نزلت يوم ماتت أمي خديجة من الجنة، وهي 5، كفن أمي بكفن بقيت 4، كفن أبي بكفن بقيت 3. الآن أنا إذا قضيت هاي الأكفان تكفنوني بكفن ويبقى كفنان، هذان الكفنان احفظيهما عندك يا زينب، كفن يبقى لأبيك علي وكفن لأخيك الحسن. شوف الوجع على قلب زينب، نظرت قالت يا أمه أراك تقولين كفنان، كفن لعلي وكفن للحسن، أمه يا فاطمة أين كفن أخي الحسين؟ وإذا بفاطمة الزهراء بكت وقصت على زينب ما سيجري في كربلاء. الله الله، أريد هاي الدمعة هي تسبقني مو أنا أسبقها، أريدها هي تمشي هكذا، سبحان الله. وإذا بزينب قالت يا أمه يا 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 يا, يا, يا كفن أخي الحسين؟ قالت لها بني زينب تعالي إلي. أقبلت زينب، قبلتها فاطمة في نحرها وشمتها في صدرها، قالت لها بني زينب هذه وصيتي عندك، إذا رأيت الحسين وحيدا فريدا في قوم كربلاء فقبليه في نحره لأنه موضع السيوف، وشميه في صدره لأنه موضع حوافر الخيول، لضراحة النوبة إلى يوم كربلاء. لما صار الحسين وحيدا فريدا وهو ينادي على من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله، أريد أذكركم بأيام عاشوراء وأجعلها ختام ليبقى العهد بيني وبينكم يا أحبة الزهراء. لما وقف الحسين ينادي ألا من يقدم لي جوادي وأنا ابن رسول الله، ألا من يستقبلني بنعمة حربي وأنا ابن أمير المؤمنين. خرجت عليه زينب وهي تنادي، أخي لمن تنادي؟ طرحت فؤادي، إذا كنت تدعو صحبك فها هم نائم فها هم راقدون، قد صرعهم ريب المنون والدهر الخؤون، ولا يوجد في مخيمنا سوى نساء وأطفال وربات الحجال، والحسين واقف ينتظر فرسه ولامة حربه. دخلت زينب بنفسها، وضعت اللجام في فم الفرس، وقبضت بإحدى يديها الشكيمة وبالأخرى السنان، وأقبلت وهي تقوده وتنادي ما أجلدني وما أقصى قلبي، أي أخت تقود إلى أخيها جواد الموت جواد المني؟ عند ذلك وقف الحسين ونادت زينب للنساء قوموا إلى التوديع، إن أخي دعا بجواده إن الفراق طويل. فخرجنا ربات الحجال عواثرا، وغدا لها حول الحسين عويل، هذه تقبل الحسين وتلك تتعلق بركاب الحسين، وهذه تنادي إلى أين يا أبانا، إلى أين يا رجانا؟ عند ذلك زينب قالت، عند ذلك سكينة قالت أبا إذا أنت ذاهب للموت؟ قال نعم. قالت إذا أبا ردنا إلى حرم جدنا رسول الله. قال لها هيهات يا بنتا، لو ترك القطا لغفا ونام. قالت
قالت إذا أبى إلي حاجة. قال ما حاجتك يا بنتا؟ قالت حاجتي أن تنزل من على ظهر الجواد. نزل الحسين قالت أبا اجلس على وجه الأرض. جلس الحسين دنت منه سكينة أخذت بيده صارت تمسح بها على رأسها وتنادي أبا امسح على رأسي كما يمسح على رأس اليتيم لأن بعد ساعة لا أجد من يرحمني ولا أجد من يمسح على رأسي. يصبرها الحسين يقول سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء. إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. فإذا قضيت فأنت أولى بالذي تأتينه يا خيرة النسوان. يتقل يا ابو يقول لا تخفي علي. والله يا ابو يقول لا تخفي علي اهي روحتك لو بعد جاي. الله الله. عند ذلك وقف الحسين يكفكف دموعه نظر الى النساء باي حاله. الله يا ابا عبد الله. ثم بعد ذلك قالت زينب اخي ابا عبد الله انا عندي حاجه. قال ما حاجتك يا اختاه؟ قالت حاجتي أن تفك لي أزرار درعك. فك الحسين أزرار الدرع. قالت أخي اكشف لي عن صدرك. كشف الحسين عن صدره. أقبلت زينب تشمه في صدره تقبله في نحره. ثم توجهت نحو المدينة ونادت يا أمه يا زهراء لقد استرجعت الوديعة. قال الحسين أخي وما الوديعة؟ قالت أخي اعلم لما دنت الوفاة من أمي فاطمة دعتني إليها قبلتني في نحري شمتني في صدري. قالت بني زينب هذه وصيتي عندك إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا فقبليه في نحره لأنه موضع السيوف وشميه في صدره لأنه موضع حوافر الخير. الله يا زينب. الله يا زينب. لزينب لفت يم حسين لكن قاب عاب الهم تقل يا ضو عيوني علي من هالجمع ملتم. الله يا زينب. هذه زينب يا الموالي. اريدك تسمع صوت زينب وهي تخاطب الحسين في تلك اللحظات وتخاطب امها تارة. تقل ما لغيرك يا حبيب ام الزكية ما لغيرك يا الجند خيمة علي حسين يا حسين حسين يا حسين. قل ما لغيرك يا غريب الغاضرية ما لغيرك يا طريح على الوطي حسين يا حسين حسين يا حسين. قل ما لغيرك خويا راح امشي سبية خويا تعذبني أمية. تقل ما لغيرك لو شمير يهجم علي ولو ضربني خويا وانا شقف بدي حسين
الله بك. أريد دق على صدرك أيها الموالي المحب. حسين 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 اللي فات يم حسين لكن قاب عبالهم تقل يا ضي وعيوني علي من هالجمع ملتم. يجاوب هالحسين أحسن يقلها الأكبر عالأرض مطروح يا اختي وعينك تشوفه وعبد الله طفل يا اختي مطوقين بجفوفه وجاسم عالثرى مرمي بدال العرس بالحوفة واخوك على النهر نايم ويما مقطع جفوفة. يا حسين 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 تشوفينا يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفينا وعبد الله طفل يا اختي بدم نحره مطوقينا ولو شفتي الشمر يمي ابعدي ولا تحاجينا. يا زينب لو شفتي الشمر يمي ابعدي ولا تحاجينا تراه يقاطع بنحري ويتربع على صدري. يا زينب عايني وصبري ولما يحكم الباري وهو بحالنا أرحم. حسين 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 صيح حسين 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 بعيد حسين 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 بعطش الحسين بما أصاب الحسين من مصيبة. يا الله شافي وعافي مرضانا يا الله. اللهم اغني كل فقير سد دينا كل مدين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم اشفي كل مريض من كان بيننا مريضا ومن طلب الدعاء. الله خادمكم. اللهم من عليه بالشفاء العاجل.
إلى الأخ أبو عمار، اللهم من عليه بالشفاء العاجل، وأم عباس والطفل المهدي يا الله. اللهم نسألك أن تمن على إخواني بالشفاء العاجل يا الله. اللهم لا تدع لنا مريضا ولا بيننا مريض إلا من أنت عليه بالشفاء العاجل يا الله. اللهم اقضي حوائجنا حاجة حاجة بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وقاضي الحوائج أبي الفضل العباس وبحق أمه أم البنين. اللهم من علينا بقضاء حوائجنا يا الله. اللهم هذا دعاء خاص، ارزقني العودة إليكم لأنكم أهل الحسين حقيقة. أنا برمت بهذا العالم كثير، زرت دول ورحت إلى أماكن، وفي شهر رمضان أكبر المجالس في أواخر شهر رمضان تخف. هذا المجلس كان من العلامات الفارقة والمميزة عندي، أنه إلى آخر ليلة وما زال الحضور ببركات سيد الشهداء بركات الحسين، فبارك الله في بيتكم. فأنا حاجتي أن يردني الله إليكم إن شاء الله في كل عام، وتكونوا سالمين غانمين بحق فاطمة الزهراء. إلهي بلغنا بعملنا هذا مراضيك، وجنبنا معاصيك، وأدخلنا الجنة ورضاك يا رب العالمين. اللهم اكشف الهم والغم عن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، اكشف الهم والغم عنكم فردا فردا. اللهم اكشف الهم والغم عن شيعة الإمام علي في البحرين وفي القطيف وفي الإحساء وفي المدينة المنورة وفي مكة، بعض الإخوة الذين انطلقوا في عجلة التشيع. اللهم احفظ واكشف الهم والغم عن إخواننا في سوريا، في حلب، في نبل، في الزهراء، في حمص، في حطنة، في السيدة زينب. اللهم اجعل بلادنا بلادا آمنة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم رد كيد المعتدين إلى نحورهم، خصوصا في العراق الجريح يا الله. اللهم احفظ مقامات أهل البيت، اربط قلوبنا بها. اللهم احفظ زوار الحسين وزوار زينب. اللهم فك إلينا زوار الإمام الرضا المخطوفين في سوريا، ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا لبنان بلدا آمنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وفقنا في خدمة منبر سيد الشهداء لأنه عنوان الإسلام يا الله. اللهم احفظ إخواني فردا فردا وأخواتي الكريمات، آبائي والأمهات، مولانا سماحة الشيخ عبد المنعم شرارة، اللهم خذ بيده وأطل في عمره، إخواني جميعا المؤسسين والعاملين والباذلين والداعمين والحاضرين والمتبرعين والسائرين في نجاح خدمة سيد الشهداء، اللهم خذ بأيديهم إلى كل خير وعافية. اللهم ارحم أمواتنا جميعا والشهداء من ماتوا على الإيمان، وأرحامنا المنسيين منهم من الآباء والأجداد الذين يحتاجون الرحمة في أيادي البلاء. اللهم ابعث إلى أرواحهم منا جميعا وأمواتكم وأمواتنا أهلنا وأهلكم وأرحامنا المنسيين والعلماء والشهداء ومن ماتوا على الإيمان، ابعث إليهم ثواب الليالي جميعا التي قرأتها في هذا المجلس، وثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.